في زيارة آل ياسين مثلما قلت لكم قبل قليل ونحن نعرض عقيدتنا التي رسمها لنا إمام زماننا في هذه الزيارة نعرضها بين يديه وأشهد أنك حجة الله انتم الاول والاخر شرح هذه العبارة اين نجدها؟ نجد شرح هذه العبارة في الزيارة الجامعة الكبيرة تذكروا العبارة في زيارة آل ياسين وأشهد أنك حجة الله انتم الاول والاخر شرحها هو هذا في الزياره الجامعه الكبيره بابي انتم وامي واهلي ومالي واسرتي سادتي ال محمد سيدي بقيه الله بابي انتم وامي واهلي ومالي واسرتي اشهد الله واشهدكم اني مؤمن بكم وبما امنتم به ابلغني ذلك ام لم يبلغني اشهد الله واشهدكم اني مؤمن بكم وبما امنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به الشيعي الحقيقي لا بد ان يكون هكذا ان يكون مضمون قلبه بين يدي إمام زمانه فلو خرج إمام زماننا في هذه اللحظة مثلا وقال لنا الذين كنتم توالونهم عادوهم والذين كنتم تعادونهم والوهم الشيعي الحقيقي لابد أن يكون مستعدا ان تكون هذه الكلمه من امام زمانه ان تكون كبسه زر في اللحظه يوالي الذي كان يعاديه ويعادي الذي كان يواليه هذا هو الشيعي الحقيقي كلمه الامام بالنسبه له تكون كبسه زر ليس الا أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبطل لما ابطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتمل لعلمكم حامل له مصدق به مسلم له هذا هو المراد من محتمل لعلمكم ان حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا الا نبي مرسل او ملك مقرب او عبد امتحن الله قلبه للايمان محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بايابكم مصدق برجعتكم منتظر لامركم مرتقب لدولتكم اخذ بقولكم عامل بامركم مستجير بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم زائر لكم في كل حين من قريب ومن بعيد زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم مستشفع الى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم اليه ومقدمكم امام طلبتي وحوائجي وارادتي في كل احوالي واموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم واولكم واخركم ومفوض في ذلك كله اليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة هذا في زمان الغيبة الذي يكون فيه الإيمان ناقصا لأن الإيمان لا يكتمل إلا عند ظهور صاحب الأمر هم هكذا أخبرونا هذا حديثهم ايماننا في زمان الغيبه ناقص حتى يظهر امامنا هذا كله في زمان الغيبه وقلبي لكم مسلم ورايي لكم تبع ونصرتي لكم معده حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في ايامه ايام الله ثلاثه يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في ايامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في ارضه. هذا كله في زمان الغيبة هذه العقائد الى مرحلة الظهور. هنا يكتمل الايمان. فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هنا كمال الايمان فايماننا في زمان الغيبه ناقص بكل هذه المواصفات هذه هي القلوب المنكسره وجزء من معنى الانكسار في هذه القلوب هو نقصان ايمانها انها تعاني من نقصان ايمانها هل تعلمون أن الإيمان ناقص في زمان الغيبة هل أخبركم مراجعكم الثولان في النجف بذلك؟ آل محمد أخبرونا وقالوا لنا من أن الإيمان في زمان الغيبة ناقص مهما علا مهما ارتفع مهما تحققت هذه المعاني لماذا؟ لأن أصل الإيمان هو الحجة ابن الحسن فحين ظهوره يكون الارتباط به بنحو اخر لان اصل الدين هو هذا فمعكم معكم لا مع غيركم هذا هو كمال الدين وهذا هو تمام الدين فمعكم معكم لا مع غيركم الى اخر الزياره الشريفه هل تريدون مني ان اقرا الزياره الجامعه الكبيره بتمامها وكمالها؟ هذه العبائر التي قراتها عليكم هي شرح لما جاء في زياره ال ياسين بنحو مجمل ومقتضب واشهد انك يا بقيه الله يا امام زماني واشهد انك حجه الله انتم الاول والاخر ومن غيركم وان رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا بقدر ما نستطيع أن ننهل بقدر ما نستطيع أن ننهل من هذه المضامين ومن هذه المعاني بقدر ما يتحقق معنى الانكسار في قلوبنا في فناء امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وبقدر ما نتسخ بقذارات حوزه الطوسي من عقائدهم من تفسيره من ثقافتهم من فكرهم من فتاواهم بقدر ما نتسخ من تلك القذارات فاننا سنتحول الى وجود شيطاني بالتدريج واذا ما ذهبنا بعيدا سنكون شياطين وليس شيطانيين كحال مراجع حوزه الطوسي الامام الصادق هو الذي يصفهم في هذا التفسير الشريف في تفسير امامنا الحسن العسكري من انهم اضروا على الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه هؤلاء هم الشياطين بل العنوا من الشياطين لان الشيطان قد دب ودرج في حجورهم كما يقول امير المؤمنين هم الذين ينشئون برنامجه دب ودرج في حجورهم كالطفل الصغير الذي ينشا في حجر ابيه فهؤلاء هم الذين يكونون حراسا ويكونون راعين للبرنامج الابليسي في مواجهه مشروع امام زماننا ادل دليل على ذلك عقائدهم الضاله ادل دليل على ذلك تضعيفهم لحديث اهل البيت ادل دليل على ذلك حربهم لاولياء اهل البيت ادل دليل على ذلك تقريبهم للاشخاص الذين هم ابعد ما يكونون عن اهل البيت هذا هو واقع الشيعه منذ زمان الطوسي حين اسس حوزته المشؤومه في النجف سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره نذهب الى فاصل عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الالباء وكلت الشعراء وعجزت الادباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه او فضيله من فضائله واقرت بالعجز والتقصير وكيف, وكيف يوصف بكله, بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من, من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه, غناه لا, لا كيف, كيف وأن وهو, وهو بحيث النجم من يد المتناولين, المتناولين ووصف الواصفين فاين الاختيار من هذا واين العقول عن هذا واين يوجد مثل هذا اتظنون ان ذلك يوجد في غير ال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم اعتقد بعد هذه البيانات في هذه الحلقه وفي الحلقات التي تقدمت صار واضحا وصار بينا ماذا يريد امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الخلاصه في هذه الزبده المهدويه النوريه المضيئه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا مساوق مساو دققوا النظر واعتبروا يا من تقولون نحن شيعه في هذه الاضاءه المهدويه المشرقه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا وقد اقامني الله وانا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ساكمل الحديث في حلقه يوم غد من هذه الاضاءه المهدويه المشرقه ما بقي من وقت الحلقه اريد ان احكي لكم حكايه هذه الحكايه مرارا ذكرتها في برامجي وذكرتها في ندواتي المفتوحه وفي مجالسي هذه الحكايه حكايه معروفه في الاداب العالميه وفي الثقافات المختلفه ومثلما هي معروفه في الثقافات المختلفه في الشرق والغرب فهي معروفه في ثقافتنا العربيه ايضا حكيم مع تلميذه خرج في سفر يقصدان غايه يريدان الوصول اليها وفي الطريق مروا بمدينه وكما تعرفون في الازمنه القديمه كانت المدن تسور بالاسوار وللاسوار ابواب ويقف الحراس والجند على الابواب فان ابواب المدينه تغلق عند المساء وتفتح عند الصباح هكذا كانت اعراف الناس في الازمنه الماضيه وصل هذا الحكيم مع تلميذه الى تلك المدينه فلما دخل من الباب المفتوح القي القبض عليهما لم يفعلا شيئا لماذا القي القبض عليهما سلطان المدينه اصدر امرا من ان الاغراب الذين ياتون الى مدينتنا خذوهم وضعوهم في الحبس من دون اي سبب حتى التجار الذين ياتون بالبضائع فانهم يوضعون في الحبس تعجب هذا الحكيم وتلميذه ما الذي يجري فقال الحكيم لتلميذه حاكم هذه المدينه غبي واهلها اغبياء مدينه في وسط الصحراء تحتاج الى تجاره التجار وتحتاج الى الناس ياتون اليها فكيف يشردون الناس وينفرون الناس من المجيء الى مدينتهم وذلك باعتقالهم وحبسهم في الحبس فالتلميذ قال لاستاذه الحكيم قال ربما عندهم مقصد حكمه قال لا هؤلاء اغبياء وساثبت لك غباءهم الحكيم اخذ يتحدث مع الناس الذين كانوا معه في الحبس ومع الجندي مع حرس السجن ففهم منهم ان الايام القريبه القادمه ستكون مناسبة ملكية عيد العرش مثلا مولد السلطان مثلا هناك مناسبة ملكية عيد العرش ويبدو أن الجميع يتهيئون لهذا الاحتفال ولهذه المناسبه فقال الحكيم لتلميذه لقد وجدتها انت لا تتكلم تابعني وافعل كما افعل فنادى الحكيم على الحرس على الجندي قال لهم لماذا حبستمونا فأنا قد جئت إلى مدينتكم كي أحتفل بهذه المناسبة الملكية وكنت ناويا أن أصنع للملك ثوبا لم يلبسه ملك من قبله فأنا نساج ونساج ماهر وهذا معي معاوني يعينني في صناعة النسيج فبإمكاني أن أهيئ ثوبا للملك بهذه المناسبه لا يماثله ثوب في شرق الارض ولا في غربها الجند حملوا الخبر الى مسؤولهم والمسؤول الى المسؤول الاعلى حتى وصل الخبر الى الوزير الذي كان مسؤولا ومشرفا على تهيئه مراسم الاحتفال بهذه المناسبه فجاء الوزير الى الحبس والتقى بالحكيم وساله عن الذي نقل عنه فقال نعم يا ايها الوزير انا جئت الى مدينتكم لاجل هذا الامر واني قادر ان انسج لملككم ثوبا لا مثيل له لم يلبسه ملك من قبل قال ما هي ميزه هذا الثوب قال هذا الثوب لا يراه الا ابن الحلال فابناء الزنا لا يستطيعون ان يروا هذا الثوب فقال الوزير عجيب هذا الامر اتستطيع ان تفعل هذا فقال نعم انا ساصنع لكم هذا الثوب ولكن اريد المواد التي اصنع منها هذا الثوب فقال له الوزير نحن لا نخرجك من الحبس ربما تكون كاذبا ربما تريد الفرار ماذا تريد من المواد نحن سنجلبها لك قال اريد مكانا واريد موادا انتم لا تعرفونها اخرجوني الى السوق أنا ومساعدي هذا كي نشتري تلك المواد وإذا كنتم تخافون من فراري فليخرج معي الحرس والجند إلى السوق حتى اشتري المواد التي احتاجها وبعد ذلك اعود إلى حبسي وفروا له مكانا كبيرا لأجل أن يضع نول الحياكه النول هي اله الحياكه فنصب نول الحياكه طلب منهم ان ياتوه بنول الحياكه فنصب نول الحياكه وخرج الى السوق برفقه تلميذه مع الحرس فلما وصلوا الى السوق كان يقول للحرسيين انا ادخل الى الدكاكين وانا اشتري البضائع انتم لا تعرفون البضائع فكان يدخل مع تلميذه ويخرج من الدكان وهو يحمل شيئا بيده لا يوجد لا يوجد شيء في الحقيقه كان يحمله وانما يتظاهر بحركه انه يحمل شيئا الجند يخافون ان يتكلموا باعتبار انه قد اشاع بينهم من انه سينسج ثوبا للسلطان لا يراه الا ابن الحلال ابناء الزنا لا يستطيعون ان يروا هذا الثوب تنقل بين الدكاكين مع مساعده مع تلميذه الذي كان يقول عنه من انه مساعده في العمل واشترى البضائع فعلا كان يدخل الى الدكاكين يتفرج ولا يشتري شيئا لانه كان يطلب من الحرس ان يقفوا بعيدا حتى لا يخاف اهل الدكاكين فرجع من السوق مع تلميذه وهما يحملان كميه كبيره من المواد كما يبدو من مشيتهما ومن وضع ايديهما وهما يحملان تلك البضائع السجناء ينظرون اليهم هؤلاء ما جاؤوا بشيء السجناء في الاماكن الاخرى لانهم قد افردوا لهما مكانا ووضعوا نول الحياكه كي يقوما بعمليه النسج السجناء في الاماكن الاخرى ينظرون الى هذين الرجلين وهما يتظاهران بانهما يحملان شيئا ثقيلا وشيئا كبيرا لكن السجناء لا يرون شيئا وكذلك بقيه الجند الجميع سكتوا صمتوا قالوا ربما هذه المواد ايضا لا يراها الا ابناء الحلال وكل شخص قال فيما بينه وبين نفسه يبدو ان الوالده قد فعلت ما فعلت فسكتوا جميعا الوزير بعث من بعث يسأل عن هذا النساج وصاحبه فقالوا له قد خرج إلى السوق واشتريا بضائع كثيرة وجاء بها إلى الحبس كان الجميع يخافون أن يقولوا من أنهم ما رأوا شيئا لأنهم سيكونون من أبناء الزنا الجميع لم يروا شيئاً وكل واحد فيما بينه وبين نفسه هو متاكد من انه لم يره شيئا ولكنه يخاف ان يقال عنه من انه ابن زنا. بدأ النساج يعمل ولساعات طويله تحت نظر الجنود وتحت نظر السجناء الاخرين يتحرك مع مساعده يمينا وشمالا إنه يمد الخيوط التي يقال لها السدى هناك سدى في النسيج وهناك لحمة السدى هي الخيوط الأصل التي تنسج عليها اللحمة فكان يمد الخيوط خيوط السدى لا توجد خيوط وانما بحركه يديه واصابعه اخذ الاخرون يعتقدون انه يمد خيوط السدى لكنهم ابناء زنا فلا يرون ذلك والجميع ساكتون مسؤول الحبس جاء فأطل برأسه وقبل أن ينظر إلى ما يفعل هذا النساج سأل الحرس والجنود ماذا فعل النساج؟ قالوا يا أيها المسؤول يا رئيس السجن هذا النساج عجيب ما نسى نسج نسيجا لم نر مثله طيله حياتنا اطل براسه ما راى شيئا قال ان الوالده قد فعلت ما فعلت فانا ابن زنا هؤلاء الجنود جميعا قد راوا ذلك فقال مثل ما تقولون جميل هذا الذي فعله النساج هو لا يستطيع ان يقول من انني ما رايت شيئا سيفضح امام جنده امام الحرس المسؤول الذي هو اعلى منه ارسل رسولا الى اهمر السجن ما الخبر قال فان النساج قد نسج شيئا عجيبا عظيما تعال وانظر فجاء هذا الذي ارسله الوزير ونظر ما راى شيئا لكنه قال ايضا في نفسه ان الوالده قد فعلت فعلتها فانا ابن زنا الجميع قد راوا لانه سمع الكلام حتى من السجناء يثنون على هذا النسيج الذي ما راى منه شيئا فرجع الى الوزير واخبره بانه قد راى النسيج بنفسه ووصفه له مثل ما وصفه له الجند ومسؤول السجن الوزير تشوق للامر فجاء واستقبله آمر السجن واخبره بجمال النسيج جاء الوزير ونظر الى نول الحياكه فما راى شيئا فعرف انه ابن زنا وقال لقد فعلت الوالده رحمها الله فعلت فعلتها وجاءت بي ابن زنا لكنه حبس هذا الكلام في صدره وبدأ يظهر إعجابه بذلك النسيج وأخذ يتحدث مع السجناء ومع الجند والحرس أخذ يتحدث معهم لعله يجد أحدا يقول إنني ما رأيت شيئا رأى أن الجميع قد رأوا ذلك النسيج السحرية العجيب فعرف ان الجميع ابناء حلال وهو وحده ابن زنا فلما رجع الى الملك وصف له ذلك النسيج العجيب للملك وتمر الايام الى ان وصل يوم الاحتفال كل الذين جاءوا الى السجن من المسؤولين واطلوا على المكان الذي فيه ذلك النساج ينسج ثوبا للسلطان كلهم ما راوا شيئا لا يوجد واحد قد راى شيئا لكنهم مشبعون بفكره ان الذي لا يرى هذا الثوب هو ابن زنا والجميع يقولون من انهم قد راوا النسيج الجميل فكل شخص جاء الى السجن وراى ما يفعله النساج خرج يتعجب من جمال ذلك النسيج حتى وصل اليوم الذي يكون فيه الاحتفال وهو اليوم الذي سيلبس فيه السلطان ذلك الثوب. نذهب الى فاصل. عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه واله, وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علماً لخلقه، وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب, بسبب الى السماء, إلى السماء لا ينقطع عنه مواده, مواده ولا ينال ما عند الله, الله الا بجهة, بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال, أعمال العباد, العباد الا بمعرفته وصل يوم الاحتفال وجاءوا يستخبرون الخبر فقال لهم ذلك النساج لابد ان اذهب بنفسي كي البس الملك فهذا الثوب لا تستطيعون ان تلبسوه انتم فذهب الى قصر الملك يحمل الثوب مع مساعده وهو لا يحمل شيئا وكلما مر باحد من المسؤولين حينما دخل الى القصر الملكي يظهر تعجبه من جمال الثوب لا يوجد ثوب اصلا وانما حمل النساج الحكيم في الاصل جانبا من الثوب هكذا خيالا وحمل مساعده جانبا اخر وجاء يسيران حتى وصلا الى الملك الملك نظر الى ايديهما انها فارغه فقال لقد فعلتها امي فعلتها الملك الملكة أمه لقد فعلتها أمي فهل أنا من أبناء العبيد؟ من أبناء الوزراء؟ من أبناء من؟ من الذي زنا بأمي؟ الجميع كانوا يظهرون تعجبهم ويقولون أي ثوب هذا؟ أي جمال هذا؟ لاحظوا لاحظوا تلك النقشة العجيبة شياطين 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 العوزة لاحظوا 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 ذلك اللون الجميل في حاشية الثوب انظروا انظروا إلى الأزرار الجميلة لا يوجد ثوب أصلا النساج قال للملك يا جلالة الملك هذا الثوب لا يلبس الا على جسد عار والا لن تظهر ميزته لابد ان تكون عاريا كما خلقك ربك من دون الملابس الداخليه فخلع الملك كل ثيابه فقال الان سالبسك ثوبك الذي لا مثيل له فبدا يلبسه الثوب فبدا يضبط اكتاف الثوب عند المنكبين وبدا يضبط الاردان وهكذا يهيئ يضبط البدله عليه الملك يرى نفسه عاريا من دون الملابس الداخليه فمؤخرته ظاهره ومذاكيره ظاهره وهو عار بالتمام والكمال من ام راسه الى اخمص قدمه وهذا النساج يلبسه الوزير لا يرى ثوبا يرى الملك عاريا ولكنه ماذا يفعل يرى ان الجميع يمدحون الثوب الذين كانوا في المكان الذي يلبس فيه الملك ثوبه ايضا الوزير يبدي تعجبه من جمال هذا الثوب الوزير الاعوان التجار اعيان المدينه حتى زوجه الملك زوجه الملك ايضا تقول له ما اجمل هذا الثوب يا جلاله الملك والملك يرى نفسه عريانا فعرف الملك ان الجميع ابناء حلال الا هو انه ابن زنا لانه هو الوحيد الذي لا يرى ثوبه ويرى نفسه عاريا فانطلق لسانه بمديح الثوب قال نعم انني رايت كثيرا من الملوك ورايت اجمل ثيابهم ما رايت ملكا يملك ثوبا كهذا الثوب لقد احسنت وابدعت يا ايها النساج انك نساج عظيم وهو يرى نفسه عاريا فقال الوزير يا جلاله الملك حان الوقت ان تخرج الى الرعيه وجاءوه بالعربه التي سيقف عليها يحيي الجماهير الجميع خرجوا بملابسهم باحسن ملابسهم لكن الملك خرج عاريا من دون ثياب والجميع يقولون ما اجمل ثوب الملك حتى ابناء المدينه لانهم علموا ان الذي لا يرى ثوب الملك هو ابن زنا فكل المدينه تتعجب من ثوب الملك الملك فيما بينه وبين نفسه قال عجيب كل المدينه ابناء حلال وكل الجنود ابناء حلال الا انا ابن زنا لا لعنه على امي الجميع يقولون ما اجمل هذا الثوب اي ثوب هذا الذي يلبسه جلاله الملك سبسريه كلهم يشوفونه مؤخرته طالعه ومذاكرة طالعه ومرت عربة الملك والوزير يبتعد بعيدا عن ثوب الملك باعتبار ان النساج اظهر لهم ان ثوب الملك عريض فيبتعد الوزير والملكه الى جواره زوجته تراه عاريا لكنها ماذا تصنع؟ هل تقول له انت عار فتكون ابنه زنا الملك العاري ظاهر الدبر وظاهر القبل عورته منكشفه يتمنى ان يغطي عورتيه بيديه لكنه كيف يفعل ذلك وهو يلبس ثوبا عظيما والناس كلها تمدح بثوبه الى ان مر بجنب امرأة تحمل طفلها على كتفها لازدحام الناس كي يرى هذا الطفل موكب الملك هذا الطفل صرخ قال انظروا الى مؤخرة الملك انظروا الى خصيتيه فالجميع صاح انه ابن زنا هذا الطفل انه ابن زنا اسكتوه فركض اهله عليه واسكتوه لئلا يفتضح امرهم وهذه المراه وضعت يدها على فم هذا الطفل كي تسكته لانها ستكون زانيه في نظر الناس واقع الشيعة هو هذا إنكم ترون الحقائق بأم أعينكم واقع الشيعة هو هذا إنكم ترون الحقائق بأم أعينكم ولكنكم تكذبون على أنفسكم وتكذبون على غيركم دوري هو دور ذلك الطفل الذي صرخ: لقد صرخت في اوساطكم وسابقى اصرخ لن تستطيعوا اسكاتي حتى اموت ذلك الطفل اسكتوه اما انتم لن تستطيعوا اسكاتي الا ان يسكتني الموت او ان يسكتني العجز لابد من سبب قوي هو الذي سيجعلني ساكتا هذا هو واقعنا الشيعي اكاذيب واكاذيب نحن نرى حقائقها انتم تشاهدون مراجعكم ما ينطلع بهم صدقوني ما ينطلع بهم الى باب الغرفه ما ينطلع بهم يفشلون لا يحسنون شيئا تشاهدون مراجعكم غاطسين في الفكر الناصبي كتبهم قذره اعمالهم قذره عبر التاريخ وقد عرضت عليكم من الحقائق والوثائق بالمئات والمئات ومع ذلك تضحكون على انفسكم ويضحك بعضكم على بعض هذه هي حكايتنا حكايتي معكم حكايه ذلك الطفل لكنكم لن تستطيعوا اسكاتي قطعا ليس بقدرتي فانا اضعف منكم انما احسن الظن بامامي ملتمسا توفيقه صلوات الله وسلامه عليه سابقى اعلنها دائما اشهد ان عليا ولي الله لفظا ومضمونا ما كل برامجي هي شرح لهذه الجمله النوريه ما كل حديثي منذ أكثر من أربعين سنة وأنا أشرح في هذه العبارة وما انتهيت ولن أنتهي لن أنتهي من شرحها هذا علي علي وهل يستطيع أحد أن يشرح علي هل يمكن ذلك تجاوزت وقت الحلقه نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله